السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي ونعيمة أكاد يقدامون يسانوا جن الكينا انتهى أديك إسهو ما شاء الله تبارك الله مقال عصب ما لم عصب لما نسحب تيد ولا راح جن الكادي إسهو أدي السلامة جمعون أحسن جمع مبارك ولا راح عصب برشون أحسن ولا ليه رأي لجوج دمانتين جزاكم الله خيرا إن شاء الله شير قره ولا المقال أنسو قليو لو ذا ولا راح كلينتو زو كله لايك تميل لي رجاسيني ساك كمان تيد إسهو قرة إن شاء الله سوء لغاية محو هاي إن سيدك بضان أولا لون هالكان إن جاسية دكا كالانتو وحان كوكو دجرين إنا كجواب سؤاله مرنا عن محو هاي إن مقال مركز سؤاله إيا كرح بشي لكن كل جيس مقال نقون هاي عن كجواب مرنا عن محو هاي إسكو سوى جمعيون إنتي سؤاله إسلح عن هال مقال عن كسوء لغو ويبدين سؤاله أو محو هاي إن هال ما كمود بيحكي إن بدن نواصل شيء ما كستنا قصوع العلنا معناه فري ما يسوي قال عقمة سؤال شيء دي قال قلت سؤال شيء ده اللوبن إن شاء الله وكوجود الجراس قالوا بإنان كسو هذا ما لون حسيب على القاضي إن نعيم كسو هذا وجه معناه مركي أي إن نبرك سو بحام أما قال الله أدل دلعو أما كت كذوت كيلا نايو يعني أصيبه دل مايو محام حوا هاي إن وهون إن بدرنا كسو هاد لا مقارك وكسو العلي وكسو العلي وكسو العلي مدى أن إسلي هي يعني أنت إيش خافك دي سجارة هند ووجبة هي اللي كل جين جا كسو هاد لنا يفتمين دي كسو هاد لنا إن أوميجا تري كسو هاد لنا معادن تي أو إذل معادن تي أو إذل أنا كسو هاد لنا مركب وحجرة وحياة فربنا وقف كي أسيج واستعمالها هذا نحوق ورر راي ورهاي محوج جي وقر حنا لا أي جي محو إن دوب ولا وجيجا محمها هاي إن يعني أو خلاها محوق الفوف ويه خنا على أنا جرتو هدي قادر تد وح مركز بنان كلا جم مرسنا أو أنتي أنكسو هاد ليني وح كب حسن أو سكين كير إن كل مدة ما أنت أنا عن سو قد بناي أو قم هيم سنة وقف البن أصلي الهاي دي وتجابي أي مقار مقار كستو هدو قلليني هاي هدو محمها هاي إن قيني هاي سكين كاد نوعي أو نقطة وحنفع عيا واي معها أو سيدي أو حك اللي أنتوا هاي إن جيلي جو كلام جيلي وحواي أذاي جو كلام أنتوا إن وحين كسر ما يسون تحي بتاتا ومحو هاي إن فيجان واي رم أو رمسترن قفكي دون هاي إنه مركز استعماله لايف كو كسر هلا ما جايد صوشي نعيمه محو هاي إن لقد فينش ك يلقد إن إنجليش كبا حواي حيو يسوسو دويهين أو سيرومي وحوا لقد فينش لكن والصوغة بنا سيروم الله لقد محوها إن سيروم والله سيروم كان وضمانت إن شاء الله إن كفى يستدي له يراه سيروم كلي ما هن كان سيروم ك يمع الشامبو صابونه وحول بحجرة وحلا لاستعماله ومرك يكون سميسينهين والصوغة ذن عيو سوق مرك أتكتت دي أترى كلي معناها إن سيروم كلي ربع وحان كودي رجلينها واتساق جدا كرت أسكليس أو أوكي واي وفي عين لكن وحاول أنا أحسن ماكي أول جرو كلام تمحون هاي إن هايلرونيك ولقد إنجليش كواي محون هاي هذي إن أتسوق تكتيد أتسوق جدا نسيت وحان رأيت إيش هايلرونيك أسيد إنه أول جرو هايلرونيك أسيد سيروم ك إن أما سيرومي لقد فينش ك هايلرونيك محونا جس إذا ومرك هدي سيروم كأول صعده أي مقار أو جرك هذا معناها نوعي ويهي وأنفعه أو إنه يعني سيروم ك سي هذا دتو حاجة لمرك استعماله نقل سنسيتيف كأح وحياة كذا أنتو جرك وكذي بعطينا أما مرك هو وقللنا مقار كذا أما قيان وها أما محونا هاي إن دت مرك وحكو تعبتان بحوا وكذي بعطينا يو علمن يو محونا هاي إن نبرك أنت كقاضى يا جرو هايلرونيك مركا وحيونا جسا عيدا إن وجيجي هدي او قللنا كوستيوس او كاليغ هو كوستيوس واي معنى لقد فينشكو حلقو دا إن وجيجي خيان كاليغو او غضب عمل كاليغو كا إلاليو محيو هاي إن خلالك زيادة دا جفافك او وحي آمر ستيد بحدو دعوة اوكيان لها اما سي خلجين لها وحاسو لنو كا إلالنا هدي ادوان يسيد ميت ادين محيو هاي سيروم كا كليجيسا سوا قدن كرتا لكن وحن كوري رجلنا هديب أعرب تد إنت عن شيء دانه إنه وجه هذا منقذ نوع عيسى
وحد سوق ذا نساء هايلارونيك أسوء ولجر هايلارونيك سيروم على إيران إن شاء الله أنت سو صار دونا هدي لا إيران مقاك ونعسيني كتبنا وهذا كور محو هاي إن سليدوين أيزن تسجرو كلنت جيلي وا وأنا هدينا مرصد ديار ميه إن دك مرسوك سيد بحسن لكن محا مهم أو كوري وحاسودن كوغور أنت أيض استعمالي وإنا قعناها سكسو أخضا سيفي عانسك كده أخضا قعناها ماش هو استقبلنا هو وجه كسي اللي بعته سو حاد سمينا سديد عالس كي مرسنا وحي سنا وحكلنا لقلنا وهذا نو أسقى مرسنا وجه هو حسي اللي بعتين هاي وهو قعنا هو كو هو رأي أنت هذا وجه هو إحنا مرسنا قعنت وعالس كسو رخا قعنا سف عم كاي كسي كده قدين لعبتي أكو صوت عتعبتي مالي أكو تعبتي وأقعد مك أدرى يا كريمة دي ما كور أمر ستحتا إلين كريمة قعنا هو كلين تستعمله سا دسين فيو استعمله سا وحي ورن ويكيدناي marka wa dhaqaatiirada gacmaha ay laftirkooda waa la sii ilaaliyaa oo sensitive ku oo xoga ay ka qaadayeen cuncun iyo dildilac waa laga sii ilaaliyaa marka si fiican u dhaqdid kadib waxa muhiim ah in gacmaha iyo qalalan oo aan kareemadi gacmaha marsanin oo nadiif ah oo soo qalajisay wajiga oo aad soo dhaqday muhiim ah maxaa ku dhaqtaana in wajiga waa idii doontii maho koogor kan lagu dhaqayeen waa inta soo insha Allah markii iyadaan la mariyo kadib muhiim ah ilaa kan نن نبرها مركي راجان ووجي أو نبر دباعته أما قف كيرا وأنتي إيج معناها إنه سي وجي صدقها حتى أوسن مقارك أسو دقومين وكل ربين وغارته أما با محوها إن تصالحان ونجي إذا مقارك وكل مرة قارك إيجا حتى إسحرة ووجي كوكينا إنه يحر حرمه أو سفي عن أوسن بقى ذنين أكسجين كي سيركوليشن كي بحيونا ونجي إذا مركز kuwaas imanayo hadii aan wajiga laga saarin oo markaas muxuu ahaay aan laga nadiifin waxay sameeyaan inay xirxiraan ilooyinkii ilahi wajiga inay xiraan kadibna markaas ay nabrahaas iyo waxa socon ay dhashaan waxa soo idilo far badan aan loo isticmaala oo kaliya hal wax kaliya ma ahan oo loo isticmaala hadii nabra ay kugu oolin waa isticmaali kartaa waxa uu isticmaali kartaa inuu wajiga ku ifiyo iftiin ku siiyo dhalaal ku siiyo qurux ku siiyo oo macna qof ka dhan ma jirto سيرمك إنه استعماله، أوكي؟ إيانا مرك مركي استعمال يصير وحكه رأب إن أوجي صور أخذت كده مركي أمرسيد أحدنا كريم كلام تأمرسيد لا لازم مرك أو مكيل قدر قايو كهرب يكيم حن هاي إن كريم هذه أو كده بلا مريلها إن شاء الله وإذا لست وإذا لو ذاك دونا وإذا الاستعمال دونا وإذا لو ذاك دونا إن شاء الله لكن إيانا مرك استعمال يصير قعني صور أخذتي وجي صور أخذتي waqalajis wajigan badana marka la qalajinaa sida oo la xuqaad uma wanaagsan wajiga timi iyo rawhasad wax leeyraha jira oo yaani oo ku dhex jiro kadib hadii aad wa xuqaad tiraahid dhinac u shaqeynaa dhinac kale aad u shaqo timi dhinac u soo baxay dhinac kale waxa soo dhan oo rugis ah uma wanaagsan oo xilligi aad dhaqdid waa lagu dhadhajiyaa oo waa lagu qalajiyaa oo lagu qabtaa waa lagu qabtaa marka aad daryeelaysid wajigiyo dhan aad ka leedahay waa een xilliga soo koreen dhalinyarnimada aan laftirkeega dadka oo aad ay muxuu ahaay nabraha ay u dhibaateen aan ka mid ahaan jiray oo waxaan ku soo bilaabay Soomaaliya inaan la dagaalamo waxba ka maray finka fimankaas yaani si siyaada ah ay igi soo bixi jireen marka een waxyaabaha badana aad ii saacid ka mid yahay serumka waa kula wadaaga waan mahadin doontaa waan ka faa'iido doontaa insha Allah isticmaalka ha iska qaldin marka oo ha iskiiga qaldin in gacmahaaga wasakh iyo wajigiyo wasakh ah aad isticmaashid wajiga سبحان الله صبحي سفي عن أرض قلبتي أبينكي مركتي سي حدث سفي عن أرض وجي أدها بينكي لقنا دي أسي حني سد وعيوب الدقوة وصود الدقة وجي أدها صبحي لقنا دي أتتوس السليد أما كرام أمرين يسد أسيجنا الدقوة وحماش كمرنين كانوا حواي بايكلين بايكلين حاجة واحد بنانك أكمرين يسد وح أدي أدي أد وقصي مهم سن وحول وقفك أكمرين يسد يعني إن أمين أسيد كادي فيتامين دادي معدن تادي وحيانا إن إسكو ديلي ترين أنيميا هديكو هيسو أنيميا ليسو معنها ويريسونا إنا حاليس وينو مركا إن شاء الله وحوا إنا دك دك تيدو مقاركا دك دكو جسمي قادة دك دكو حسوس تا دك دك تو محوان هاي هرمونو داد إي دك دكانو حنون أدلنو لاتيد وحاسو إذيل أنيميا لأمال إنو سأني كويسة لكن أود جركينا واحد دبك سيوك korontadii iyo maxuu ahaay dhigiyo dhan darawalkii wareejin lahaa waayada oo marka inaad daalanaatid inaad jiiftid mowduuci aan uga soo hadlaa insha Allah uga faa'iideysan kartaa yaani feerada
iron waxa jirkeena u heeso waa la yareystaa oo nicimo goorman joojina oo nicimo goorman baga oo nicim ma hasaas maxaa ahaay in wajigiyo at soo nadiifisay kadib waad marinaysa kadib kareemada sad la marinaysa markii aad marisid in serumka waa usugaysa weeraan nus saac ma aha in la iska daro marinaa nus saac amal waa inaad usugtaa wajigii oo yaani qaata kadib asiga maxaa ahaay in magu qaadanayo qoyaan rudub ama oo ka dhiga wajigi aad jecleysanaysid oo gacantaadii in maanta inaad ka qaadid aan raboonin geeliga oo timaha la marsado kale intaas u sameysan yahay in kadib kareemadii caadiga ahayd oo aad isticmaali lahayd ay farmashi aad tagtid aad ka soo helaysid aad u isticmaali kartaa subaxii marka isticmaashid kareema oo maxuu ahaay in gooni aan isticmaala habeenkii marka isticmaalaan kareemo gaar ahaan oo isticmaala laba kareemo kala nuuc ah mid macnaha habeenkii aan lagu seexan karin iyo mid lagu seexan karay kala tahay kareemada haday adag tahay yacni baqsu baqsu waxaa la dhahaa ay dhumac leedahay adag tahay laguma seexan karo haddii waqtiyada barafka iyo waqtiyada samarkana laba nuuc inaad sii kala isticmaashid hadda ka hor waa idin tusay waa soo geli markii aan armaajada maaragtay kareemooyinka iyo muxuu ahaay aan gishanayo inuu jaalka ahaayaan jeclahaa ha waa idin tusay awalkii macnaha kareemooyinka aan barafka isticmaala kareemooyinka aan isticmaalo xilliga oo muxuu ahaay qaboobaha iyo xilliga kuleelaadka way kala duwan yihiin iyada marka mid subaxii la isticmaalayo kareemada ah iyo midda oo laga dabamarinayo habeenkii iyo midda subaxii laga dabamarinayona way kala duwan tahay waa inaan u isticmaalo marka insha allah waxaa waaye kanaan sharxi doonaa wixii markaas faa'iido uu leeyahay siinayo muxuu ahaay maqaarkaada waxaanu isku afgaranay inaa marka hore afka kolojiinkaada wax walba fitminadaada macdantaada wax walba aad la soconaysid oo cuntadaadina ay saxanta calooshina ay shaqaynayso haddii caloosha ay shaqaynayna waxaa korka ka marinaysid waxba ma tarayso waa in ay musqushii aad fadhiisataa oo saxaradii ay baxda laakiin haddii meeshaas ay dhagax tahoy fadhiso waxaa korka ma marinaysid waxna ma soo saa'idinayso maxaa waa marka muxuuna siiyaa oo marka serumka oo muxuu ahaay uula jiro hyaluronic hyaluronigan maxaa dhahay shaambo haddaa soo gadanaysid ka aqri ma lagu soo daray hyaluronic sababto timaha markaad shaambadaas ku dhaqatid hyaluronica uula jiro timihii waxay ka dhigaysaa dhumac iyo awood inay siiso qoyaan maar kasta inay saliid kuu marsan tahay timahaada noocaasay noqonayiin oo timo culays lehay noqonayiin saabuun markaad soo gadanaysid waa laga fiiriyaa hyaluronic ma la socdaan yacni waxa si gaar ahaaneed uu noo siinaayo inuu jirkii qooyo saas waa laakiin serumka labadoodo isla jiraa marka intii iskula jiraa mararka qaarkeed waxaa soo heli kartaa asoo macal vitamin c lagu dar laakiin maadaama aan vitamin c anaga afka aan ka cunno muu baahnin inaan si gaar ahaaneed ula soo gadano muxuuna siinaa waa marka protect muxuu aad yacni u ilaaliyaa inuu maqaarkii uusan kaa dhimanin waa marka ugu horeyso midda labaad wuxuu softi ka dhigaa ama jileec ka dhigaa jilciyaha gacan jacayl yacni xibin gacan marayso kale wejiga uu ka dhigaa wuu jiciyaa maqaarka wejiga sidoo kale maxaan dhahay maqaar oo dhan waa loo isticmaali karaa nicimakeyga wuu qoyan yahay maqaarkeyga oo maqaarkeyga wuu qalalan yahay haddii aad dhihi lahayd ayi maqaar oo qof walba bini aadam si gaar ahaaneed ilaahay ugu manaystay horaa uga soo hadlay noocyada u kala baxaan waa isticmaali kartaa oo wax maanta uu kaa dhibaayo ma jirto waxaa laleeyahay yacni waa aada wuxuu u yahay turvalinen oo yacni nabadu aada u yahay oo nooc kastoo maqaarka uu leeyahay qalaalku maqaarka ka ilaaliyaa waxaas ogaatiin insha allah oon rabaa inaan muuqaalkan uga faa'iidaystoon idinla wadaago da'ba intay noogu sii darsanto hal da' markay noogu sii darsanto maqaarkeena hoos u dhiciisana wuu imaana markay da' noogu darsanto maqaarkan hoos u dhaca hoos u dhiciisa maxaa kow ka noqonaayo kadkaduud inuu keeno maxaa laba ka ah yacnaha kadkaduudka hq ka mid yah da' markay kugu darsanto wuu asigana wala imaana qofkii isu roon marka iyo qofka isu rooneen taasi kusoo kala horumarayin oy kusoo kala duqoobayin ko waaye labo waaye muxuu ahaay qaleel fara badan markay da' noogu darsanto maqaarkin qaleela kusoo ziyaada oo macnaha waxyaabihii jirkeena qooy lahaa oo soo tufi lahaayo idil way sii yaraanayiin taasna in lala socdo macnaha da' markay kugu darsanto inaad la socotid jirkaada ogaatid qaleelka imaanayo da'da inay wadato oo hadhow adi numberki waxa waaye si ahaana yareynaysa oo markay 27 aa gaartid waxaa dhahaysa maaba 27 soo dhawaa 23 jira 4 sano adi aad reebaysa jirka way ka go-an tahay waa inaa marka 27 ay runta aheed aa ugu adeegtaa adaa ugu adeegi weysid waxa waa xoogaa adaa iscandadaweysid oo isdadejinaysid sidoo kale wuxuu awood siiyaa oo xoogan weliba maqaarkii inuu
نحر يش يا أذاك يوم هاي أذاك أو قرف فح كمود معناه إنه دمع يعني مقار الميت عمل أول هذا أتكاد يوم هاي إن وليه أو أوتيا سيدو كله إفتين يا دلال إفتين يا دلال سيرمك إن الما حد سيدكم بالسكي ماريا سيدتون السكي ماريا عاد أيوة دلالة إسكول كود عاد أنا ما سليد داس قم بها يزيتون كي سكست دا أمر ستيد وجي وحوا كما ترى محيال كوستي وسكي سي معاها خيان كي سي خاص سي دعاه وحوا بها عندها مركو واح جركي أسال أها نوحي وسو ساري جيرو رسمي غا هاي قوينا يو المها دل يرد وقصو سارا يو وقوينا كاسو كالان دينا زي زيادة بنانك أو جيشيد سي دو كالان كد كدود كولا دا غالما نبرها يعنها أربي غو كالان تو وبابي أربي حالها نبر مرهورة كاسو بحي أو ريستي ماشي إسكا دقنانا يو كو أولا يو متكالو كاسو أقبح ماشي كو يالو متكالو كاسو بحي مركي عادة سوء لو دهو كالا نبرها في منك سوء ياعو مركي دم بحادانا ريستو سيهرا يو سيهرا يو سيهرا وحا سوء نونو أقسيا ووجي يو معناه ديب أسو جديديا وحو كالانتو آدي آد وفي عيني هاي ونبيضي لما عضي جيرك كو أولي لها وكسارة سيدوك له وآدي آدو في عينها معناها إن أنتي إيج أو يحي سيدوك الأنتي أكسيدنتي آدو فربضان على كجرة جركو روسياه قارهان مقارك أكتف إنه هذا معناها مقار أكتف إنه هيشت أكتف يعني أكتف قريسان وآن هموك سارنين سيدوك الأنتو محوها إن جديد نقشد وقاقب قاطع وإنه جركي مركو دقوه وأنه جدي أي دمتان أما نبرية إصابحان أما وجهي حوغا وقتي ذي حليد إسبدل كو كلانت أد موك تسو نقطي دو تسو محوان ها إن أما قاركاد وغوص وبع كوي مادو إنو دب أسو جديديو إن وعالو أوليسكو عدايا كمود معنى موك دي مركو نقونا حليد أن كنو نهو كالوقتي موك ديو كالا ما قاركان سيدا سو كالان دو موك ديو وقالا معذين أسيو حوكا إلا علينا مركا إنو ما قاركي وحليغاس إسبدل كأهاي ولا دمتو ونو سو جديد نقضو كخيب قادنا سيدو قالو آدي آد وقو في عين وصاق ديو نمو لدقا ومعنا مقارك وقت وصاق ديو سو تفا مركا سو رقديد ومرسيد كدب واساقو وصاق بادن وجيرك كسو نوغا وكاد ديجي لها يعني قف آم وجيهيس حتى آم ويسي سنينو قال مركا قاكا داتو أغا جبتا كان وجيه مسكب رقامي داد لها ويسي سنو يوي تكونو ين لكن مقاركي آد ولنتي وجعت ديو بور يو يعني وكم مقضى وحاسو عدنو مرك او بابينا سيدو كالي دل دلاع عوجيك سو جارو كالي انتو مركو قلالينيو كالي قيانو سينا او الاليا وحا مهيم اه ميل ايسان عرور جوغين انا تجلسيد عرور تلومو او قولو او معنها وان اد اد ميل اي عرور جاري كرين قادقتا او اتكخر ستا ان شاء الله انتا سامو تلقالي معنها وجيغان كلي واقع عمكو هين نديفي ديسا ايو صبح ايه قلوانو استعمالي كرتا كريما دي بيه كوري الودقاي يا كريمة كدم بيسي يا سوحي أو استعمالي سي كريمة كدم بيسي يا هبينك أو استعمالي إن شاء الله هدي أدوني سين واني لو ذاك دونا هدي لا يراهو إن هدي أتكم من دكسو قرطان سيدو قال إن سيرم كان بقل كي سقعشن يا سقال ربع سقال ودبيعي ومعنها آد ومحو هاي ومهم ويهاي إن صدرني سقال ربع شن وأرجانيك سيدو قال قعمتها لقسمي وما هن معمل أو معنها صومري شركة يوحاس يو حنكا ولا إن تكنولوجيا ما لو استعماله يوحاس لوسمي ما هو قعنت على لوسمي خير عفوا السلام على مقارك أنت صنعت الجري ولا عليه فرد بدنا نعيم مقارك نعيم مقارك مقدم حاك قاعدة وسقط حاك قاعدة نبره هري ومعه هاي هاره ضدك دواتين حلو قاعد كرا واكنا كان أقوم مظن واي محن استعماله سا إن دخلت وجيسون ذي فيست بيه أكو رقلت إن شاء الله حسيت لو استعمال على حواي ولا مرينا أقول له في الجرينا لفت حواي لو خدي في نشكي وأقول له بلارينا إن ير إن أنا نقع عند كسي سنة ساعة ويدي ونظيفة وقاعد نسا وكو بلارينا ساعة ومحن هاي إن عكس تجارسين ساعة نص عمل أسوق ساعة كريم هذه أت وقطر قشاد مركز أتكذب مرينا ساعة هرك مسيح أنا سيد وبدنا كريم أمر صتي هذا صريف بركنت أكتكتت من مذوبات على قطع لا ومفيعنو هكو سيحن إن كريم مرك أمر سيد وينان نص ساعة خمس ساعة حقا ليرته كمر مرتم جرك حقاته مركز كدي ولا سيح ذا لكن أي كريم مرك أمر سيد لين عقول قريعة مكاتر هاد قوم مذوبات كمش صلا قطع لا مركو إنسان بأمان أصحاب طول الله هاد جنلك هذيك هو قريعة فمان أنت سأقول تلقى المقال كان إنه كسوق بجبيو هي إن شاء الله دي أدوني سين
كومنت يقول له وذاك يصورها نعيمه رقيد عن كان أوبا هن هاي نحن هاي إن وحن أوبا هن هاي كريمات أو استعمالش مركز وأيدي سوقلنا إن شاء الله أنت كورس وحوس قالك لأن تبضنا إياه القوس وجود بدونا دني قوي إن شاء الله مركز عن إن تسا هبقلو استعماله بلا إله أنت عايز ينود قليو إن بضنا إسر هذا إسكور قوي إسرون هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.